ما يخص التعليم، التعليم الهدف الأول. الهدف الأول هو يعني لا ريفورم. بغينا مدرسة مزيانة، بغينا تلاميذ اللي يقراو فواحد المستوى واحد الجودة، وبغينا الأساتذة يكونوا بخاطرهم ونواكبهم، نواكبهم في التكوين ونواكبهم في الإمكانيات ديالهم. هذا هو الهدف ديالنا، ما عندناش شي هدف. حنا إذا سمحتوا غناخذ واحد 5 دقائق في هذه النقطة. حنا ضمن البرنامج ديالنا في باب النهوض في المنظومة ديال التربوية وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، إجراء كيقول بأنه الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية لتصل إلى 7500 درهم. هادشي كاين في البرنامج. وبالنسبة لحملتي شهادتي التأهيل التربوي، أنا غنعاود نرجع لكم لو تيكست، لأن هادشي كيرجع بزاف وكيغلط المواطنين وكيغلط بعض حتى الأساتذة. أولا غنتكلم أش جبنا في البرنامج باش نكونوا كنا طونكيل، لأنه هو سميتو، وغادي نقرا لكم الفقرة اللي كاينة على هادشي. هي خديتها من البرنامج ديال الحكومة. إذا سمحتوا، إن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ عند بداية المسار ومواكبته طيلة هذه الأخيرة، وتقييم منتظم لكفاءته في إطار حوار اجتماعي. هاش بغينا، ولكن الحوار الاجتماعي. تفتح الحكومة خلال السنوات الأولى من ولايتها حوارا اجتماعيا خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم أكثر تمثيلية، من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية لتصل على 7500 درهم بالنسبة لحملتي شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية المهني التربية والتكوين. وإن هذه الزيادة البالغة، لأن الزيادة هي 2500 درهم، أجرة ديال بداية المسار ديال الأستاذ، ستتيح رفع من جاذبية مهنة التدريس. وبالنسبة لأداء الأساتذة الممارسين اللي عندهم أقل من 7500 درهم، سيكون بإمكانه الاستفادة من التعويضات الجديدة شريطة الحصول على شهادة تأهيل تربوي بعد اجتياز مهني تضعه كلية التربية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتدعمها المؤسسات الأساتذة المعنيين الراغبين في الإعداد لهذا الاختيار. هذا هو البروغرام. البروغرام اش كيقول؟ الناس اللي عاد تخرجوا الشباب باش نجيبوا لهم هي باش يجوا للخيري، اللي غادي يبداو في المسار ديالهم، غادي نزيدوا لهم 2500 درهم مينيموم باش يبداو يجيو ليه الناس اللي هما صحاح واللي باغيين، وغادي نكملوا معاهم. عمرنا قلنا هنا، دابا الاخوان اللي يمكن يشوفوني في اللايف دابا كنطرقوا للمشاكل باش نفهموا، ولكن المستقبل كلام اخر غادي نهضر عليه. ملي حطينا هذا الاشكال، احنا الهدف ديالنا هو نطلعوا من المستوى ديال التعليم. يعني مشينا 30 عام الشباب يعني تعطات لي هنايا باش نجيبوا باش لاكتيفيتي، ولكن ربطناه بواحد القضيه هنا مهمه، هي على حسب الحوار الاجتماعي، لان احنا ماشي بوحدنا، احنا عندنا نقابات منفصله، عندنا الناس ديال المهنه، ما يمكنش نجيو اون فامبوزيها سميتو. اولا كنقولوا بانه يعني الحوار الاجتماعي غادي يتفتح في السنه الاولى،
كنقول لكم بانه تفتح في الاسبوع الاول. من الاسبوع الاول فاش جات الحكومه بدا الحوار ديال الاجتماعي وتعملت اكثر من 50 اجتماع يعني مع النقابات. ثانيا هاد 7500 درهم، هاد 2500 ديال الدرهم اللي قلنا خصنا نعطيوها، شحال واحد كيدخل في العام في المغرب؟ كانوا كيدخلوا 15-18 ألف، دابا يمكن 20 ألف، هما اللي عندهم الحق فيها اللي كيدخلوا باش كيتكونوا. جاو الإخوان في إطار حوار اجتماعي كيقول لك أودي غادي تعطيهم اللي عاد بدا جديد، والناس اللي خدامين هذه سنوات ما غادي يوصلهم حتى شي حاجه. وفهمنا بانه ما بغاوهاش في الدخله، بغاوها في الخوجه. يعني كيقول لك اودي انا بلي كنوصل لواحد المستوى ديال لي شير 11 كنوقف وكنبقى سنين وانا خدام وما عنديش لوغوندمون وما عنديش اي حاجه، لانه ما يمكنش هكا ولا هكذا. جا عندي السيد المسطح حل لي الاشكاليه، قلت له لا ولا اسبقيه اللي بغاو، حنا 2500 ديال الدرهم عطيناها، ولكن بلاصه ما نعطيوها في الاول الناس اللي كانوا كيتحاوروا معنا بغاوها في الاخر. وكاينه اليوم في النظام الاساسي. من بعد جات القضية ديال 900 ديال الدرهم الأساتذة المدرسين كيقول لك ما عطاونا والو، كيقول لك ما عطاونا والو، لأنه حنا رابطين يعني هاد المنحة مع الجودة ديال التعليم. كنقولوا بأنه بلي المدرسة توصل لواحد المستوى يكون عندها واحد لابيل على 4 سنين اللي جاية ولا 5 سنين، كل عام ناخذوا 2000 ولا 2500 في المدرسة، غادي نديو ليها يعني لو كونتوني ديالها باش تكون واحد المستوى. قبل كنا كنقولوا بأنه الأستاذ خصو مع الانسبكتور ويدوز لي تاس باش يقدر يطلع لهذاك ياخذ عليك الدخيل دابارتمون. كان واحد الشيء الاتفاق انه يكون يعني لو روندمون ديال المدرسه كلها، يعني خاص المدرسه تكون نقيه، خاص المدرسه يعني يقراو مزيان، خاص واحد البروغرام جديد يزيد يطبق فيها، خاص يكون فيها الحراس، خاص يكون فيها هذا، واحد العدد ديال الحاجه اللي غادي تخلي المدرسه ترتقي. واليوم عندنا يعني 600 مدرسه تقريبا اللي هي يعني في هذا النوع اللي عطات نتائج جد مهمة غادي نرجع لها. وقلنا بلي غادي يكون هكذا، هذوك الأساتذة كلهم اللي كيقراو في هذيك المدرسة عندهم الحق أنهم ياخذوا 900 درهم في الشهر، تقريبا 10,000 درهم في العام. يعني بحال إذا قلتي 13 موا أو 14 موا على حسب لو سالير ديالك أش عندك. كيجيو دابا المدرسين كيقول لك أودي حنا ما عطيتونا والو، عطيتونا الخوي حنا ما عطيتونا شيء. انا كنت فاهم انه اللي كيقول هذا الشيء ستادير كون غادي توصلوا على ما شافهاش اليوم ولا غدا، يعني توصلوا على 3 سنين ولا على 4 سنين وعنده الشك واش غادي تكون عنده ولا ما عندوش. هادشي كنت فاهمه، ولكن ماشي ما عطيناش. اولا هذه ما دخلتش حنا مجلس الحكومه، هذا سي ان بلوس اللي تعطى باش نحفزوا الاساتذه باش يمشيو معنا يعني في هذا الاصلاح ديال التعليم يعني اللي بغينا. لانه في هذه الدوله الاجتماعيه لن ما نحققوش هذا الهدف ديال هذه الدوله الاجتماعيه بدون انجازات ملموسه، يعني كتقطع مع الهدر المدرسي والضعف المهول للتعلمات ديال القراءه ديال الرياضيات. سي شكيب بن موسى قام بواحد العمل جبار، مشى ودار مشاورات وطنية مست همت تقريبا 21,000 أستاذ وأكثر من 33,000 تلميذ وأكثر من 20,000 فصل باش نوضعوا واحد الخطة ديال الإصلاح ديال التعليم. أغلبية الأسر
هذا النقاش اللي كان قالوا خلال هذه الجلسات ديال الورشات بانه ما عجبهمش الحال على الحاله ديال المدارس ولا النتائج ديالها ولا النتائج ديال وليداتهم. وكحكومه اجتماعيه حنا يعني بغينا ولاد المغاربه ياسور يقراو مزيان ويقراو في مدارس مستوى، ما يمكنش نجيو هاد الباساج ديالنا ديال هاد الحكومه وما نعملوش واحد الاصلاح اللي هو جذري والاصلاح اللي هو كبير. ف خلق هذاك البرانسيب ديال المؤسسه ديال الرياده ما تزكول مزيانين، هو الحقيقه هو توفير جذاب للتلاميذ والاطر الاداريه والطوابير والاسر. واظهرت نتائج شي خديتو من عند معلومات ديال وزاره ديال التعليم، اظهرت نتائج ديال 63,000 تلميذ وتلميذه ومدرسين اللي هما في مؤسسه ديال الرياضه، تحسنا ملموسا في التعلمات الاساس لا في اللغات ولا في الرياضيات، حيث تضاعف هذو اللي بدينا معاهم فات البروغرام. يعني كاين واحد لا ميثودولوجي، كاين لي مويان ديال لا بروجيكسيون ديال كومون بو فير لي كالكول ماتيماتيك بلا ما نال بلا ما يحفظ، زعما كاينه واحد لا لوجيك، كيجي لواحد لو كادر اللي هو مزيان عندو يعني المراحل ديالو، عندو الضوء، عندو هذا، عندو الامكانيات، كاين الكاطيا. دونك هاد المدرسة ولات واخا هي كاينة في العالم الخارجي، ولات واحد سميتو، والآباء ديال هاد التلاميذ هما فرحانين. دونك هاد 63,000 اللي تعملت عليهم الدراسة، بأنه كاين واحد تحسن ملموس في التعلمات ديال الأساس، سواء في اللغات أو في الرياضيات، حيث تضاعفت نسبة التحكم ديال التلاميذ في الكفايات المستهدفة، أبعاد المرات لاميليوراسيون ديال البروغري ديالهم، أبعاد المرات في الرياضيات، 3 مرات في اللغات، ومرتين في اللغة العربية. كما أظهر نتائج التقييم الأولي، نسبة التحكم في الكفايات يعادل، يعني دابا لي كومبيتونس ديال هاد الدراري كيفاش طلعوا في لي سكيلز ديالهم كيفاش طلعوا في هاد لي زيكول، يعادل استدراك سنة أو سنتين يعني من الدراسة في ظرف شهرين. هادوك لي كور لي بداو كيعطيوهم بهاد لي كونديسيون جداد، الولد في شهرين بحال عام ديال لا كومبريونسيون. هادشي ماشي التلميذ بوحدو اللي دي جور لوندوما من اليوم للغدا ولا كيفهم، لانه كاين مدرسه في المستوى، لان كاين لي زيكيبمون مستوى، وكاين بالخصوص الاستاذ اللي هو كي يعني يواكب هذا المشروع وكيواكب لا فورماسيون ديالو وكاين التتبع ديالو. ف حنا اسمحوا لي طولت عليكم في هذا الفيديو، ولكن كيظهر لي بانه هذا موضوع الساعه ولا بد ما ناخذ فيه شويه ديال الوقت على اي قلب نختم. شتي دابا هذيك درنا هذيك لابليكاسيون ديال 2500 ديال الدرهم نديروها في الاول، كتبقى معنا 5 مليار ديال الدرهم، عطينا اليوم في الاخر 9 مليار ديال الدرهم. هذه باش نعرفوا علاش كنتكلموا، هادشي كله اللي كنتكلموا عليه دابا باش نتكلموا على المستقبل. حنا في حاجه لاستاذ باش يكون في المستوى. غادي يقول لك الله يرحم اللي علمنا، حنا كنبغيو الاستاذ، حنا كنبغيو الاستاذ يرجع يشتغل يعني في القسم ديالو في المدرسه، لانه قبل منا حنا حكومه، التلميذ والاباء ديال التلاميذ محتاجينه باش يرجع للمدرسه وباش يقوي. حنا جبنا برنامج بعدا باش ما ننساش هاد الستاتيو كولوج اللي جابوا هذاك الشيء، البقايا ديال المشاكل ديال المتعاقدين،
قلنا هاد المتعاقدين غنشطبوهم وغادي نديرو واحد يعني هذا هو المبدا كاع باش مشينا باش نحيدوا الاشكاليه. وفعلا الستاتيو الى تعقلوا على المظاهرات يعني والمشاكل اللي كانت مترتبة على المتعاقدين تفكات بالنسبه لهذا السيتو، ومن بعد انطلقنا باش نحسنوا الوضعيه. ماتنون دابا خصنا نكونوا متفقين للمستقبل. حنا اولا زعما الحوار دائما مفتوح، وقلتها يومين من بعد ما النقابات قالوا بانهم ما كانوش غاديين، وجلسنا مع السي شاكي موسى مع السي سكوي ودرنا مع اجتماع مع يعني مع النقابات، وقلنا بانه احنا مستعدين ان نجلسوا ونشوفوا، لانه كلهم ما كي ماشي كيقول لك هذا ما مزيانش كله، ولكن كيقول لك اودي يعني خصو تحسينات وخصو تجويد، وحنا مستعدين للتجويد. ولكن التجويد لابد نفهموا شي حاجه، انه الراس ديال هذاك الشيء كله اللي غادي يكون خصنا الجوده ديال التعليم. لا يمكن. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.